تابم بده اجازه بشم فدائی با شهادت آمادم شجاعم از نسل حیدرم برز من صاب الخیم و بجف لحم دهب تباه بهل و عمام و زاد زاد المجتمع ينادي موت الشهادة عندي بالعز والإبة ويميني رايدها من حنة دماي مخضوبة دارنا دارم فقدت إيام وجونم دارنا دارم بدون تونم يمونم على طول طريق السائرين إلى كربلاء جود وكرم وعطاء إنها الخدمة الحسينية المخلصة التي تترجم معانيها هذه الآلاف من المواكب المنتشرة من أبعد نقطة في حدود العراق حتى مدينة كربلاء المقدسة. لا شيء سوى خدمة زائر الحسين ابتغاء مرضات الله سبحانه ورضا سيد الشهداء ونيل شفاعته وشفاعة آل البيت عليهم السلام. سائرون إلى حبيب القلوب، سائرون إلى حبيب القلوب، إلى إمام الموالين الأحبة. لم يقف العمر حائلا دون أداء هذه المناسك والشعائر المقدسة، فتلك الشيبة المباركة تسبق الشباب في الوصول إلى فريح الإمام الحسين. امرأة وطفل وطفل وشاب، عليل ومقعد وعجوز، فالكل بهمة يسير نحو القباب، الكل في حب العراق موحد، والكل في حب الحسين شريك. وما زالت معكم قناة المهدي الفضائية تنقل هذه الشعائر المباركة لأداء زيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر وتقبل خالص العزاء. مجتبایی به هم میریزم لشکر را شبیه بابا دارم یا عمی عفت الوطن لمن شفت عینک وطن دخیلک ثوب العرس ما ریده لایق للجفن اذن رایت الشهادة وخلى يشهد للزمن من نادي ان تنكروني فأنا شبل الحسن يا رنا داري توي غريب وبي عبر يا رنا داري مخمس علي أكبر يا رنا داري من هستم فراية وميشم فرفار يا رنا داري من هستم فراية وميشم فرفار الوطن لما شفت عينك وطن دخيلك ثوب العرس ما ريد لايق للجفن اذن رايد للشهادة وخلى يشهد للزمن من نادي ان تنكروني فانا شبل الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، اهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من خدمات مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا مثل ما تشاهدون المضيف مستمر بتقديم الخدمات
للزائرين القاصدين الى مدينة كربلاء المقدسة. واليوم طبعا الزوار قلوا، يعني كان 5 أيام يسيرون ليل نهار متجهين الى مدينة كربلاء، والان الحافلات العراقية تنقل الزوار الايرانيين القادمين عبر منفذ الشيب الحدودي باتجاه مدينة كربلاء. فمضيف الامام المهدي اليوم يقدم وجبة عشاء وايضا العصائر وايضا وجبة غداء كانت ايضا. زارونا عدد كبير من الزوار اللي قاصدين كربلاء، وايضا احنا مستمرين بالتوزيع طيلة هذه الايام من الصباح الى المساء. فاذا كونوا معنا، وهذه المشاهد من خدمات مضيف الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. خوبم بيتابم بدي إجازة بشم فدائي بان شهادت آمادم شجاعم از نسل هيدرم. برز من صاب الخيم وبجف لحم ذهب تباهى بهلا على طول طريق السائرين إلى كربلاء. جود وكرم وعطاء، إنها الخدمة الحسينية المخلصة التي تترجم معانيها هذه الآلاف من المواكب المنتشرة من أبعد نقطة في حدود العراق حتى مدينة كربلاء المقدسة. لا شيء سوى خدمة زائر الحسين ابتغاء مرضات الله سبحانه ورضا سيد الشهداء ونيل شفاعته وشفاعة آل البيت عليهم السلام. سائرون إلى حبيب القلوب، سائرون إلى حبيب القلوب، إلى إمام الموالين الأحبة. لم يقف العمر حائلا دون أداء هذه المناسك والشعائر المقدسة، فتلك الشيبة المباركة تسبق الشباب في الوصول إلى فريح الإمام الحسين. امرأة وطفل وطفل وشاب، عليل ومقعد وعجوز، فالكل بهمة يسير نحو القباب. الكل في حب العراق موحد، والكل في حب الحسين شريك. وما زالت معكم قناة المهدي الفضائية تنقل هذه الشعائر المباركة لأداء زيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر وتقبل خالص العزاء. أمو يا خوبم بيتابم بدي إجازة بشم فدائي شهادت آمادم شجاعم از نسل هيدرم. برز من صاب الخيم وبجف لحم ذهب تباهى بهلا وعمامة وزاد زاد المجتمع ينادي موت الشهادة عندي بالعز والإبة ويمين رايدها من حنة دماء مخضوبة. دارنا دارم فقد توي أبو جونم، دارنا دارم بدون تونم يمونم، دارنا دارم ميبيني وزو قرفتم از خونوهم، دارنا دارم ميبيني وزو قرفتم از خونوهم. زرهنا دارم جنگم بازور و بازوی مجتبایی به هم میریزم لشکر را شبیه بابا دارم. یا عمی عفت الوطن لما شفت عینک وطن دخیلک ثوب العرس ماریده إذن رايد للشهادة وخلى يشهد للزمن. من نادي انتن كيروني ف...
فأنا شبل الحسن. يارنا داري توي غريب بي يا غر، يارنا داري مخمس علي أكبر. يارنا داري من هستم فايتو ميشم فرفار، يارنا داري من هستم فرايتو ميشم فرفار. برز من صاب الخيام وبجف لحم ذهب تباهى بهلة وعمامة وزاد زاد المجتمع ينادي موت الشهادة عندي بالعز والإبة ويميني رايدها من حنة دماي مخضوبة. دارنا دارم فقد توي أبو جونم، دارنا دارم بدون تونم يمونم، دارنا دارم ميبيني وزو قرفت مازخونا وهم، دارنا دارم ميبيني وزو قرفت مازخونا زرهنا دارم جنقم بزور وبازو يا مجتباي بهم ريزم لشكر رو شبيه بابا دورا. يا عمي عفت الوطن لما شفت عينك وطن دخيلك ثوب العرس ما ريد لايق للجفن. إذن رايد للشهادة وخلى يشهد للزمن من نادي إن تنكروني فأنا شبل الحسن. يارنا داري توي غريب بي يا غر، يارنا داري مخمس علي أكبر. يارنا داري من هستم فرايتو ميشم فرفار، يارنا داري من هستم فرايتو ميشم فرفار. برز من صاب الخيام وبجف لحم ذهب تباهى بهلة وعمامة وزاد زاد المجتمع ينادي موت الشهادة عندي بالعز والإبة ويميني رايدها من حنة دماي مخضوبة. دارنا دارم فقد توي أبو جونم، دارنا دارم بدون تونم يمونم، دارنا دارم ميبيني وزو قرفت مازخونا وهم، دارنا دارم ميبيني وزو قرفت مازخونا أعزائي المشاهدين، طبعا احنا مستمرون معكم في هذه التغطية من خدمات مضيفة الإمام المهدي. اليوم طبعا احنا مستمرين بهذه التغطية طيلة هذه الأيام، قدمنا خدمة جليلة وخدمة رائعة تليق باسم مضيف الإمام المهدي. مضيف الإمام المهدي الخدم اللي يخدمون به كبيرا صغيرا شيوخ من مشايخنا الكرام، وأيضا المضيف يعني يخدمون به حمل الشهادات عليا، بروفيسور دكتور خريجين جامعات بكالوريوس إعدادية، الكل هم خدمة مضيف الإمام المهدي من الناس الحاصلين على شهادات علمية وأيضا شهادات بكالوريوس. فاليوم معنا طبعا الدكتور عبد الرزاق، هو بروفيسور رجال خادم للإمام الحسين، يخدم معنا من الصباح إلى المساء. طبعا ما راد يظهر بالإعلام بس احنا أصرينا، احنا نريد الكل تحذو حذو الدكتور رزاق من البروفيسور من الوزير من أي صفة علمية يظهر بالشارع ويؤدي خدمته الزوار سيد الشهداء. فجزاك الله خير دكتور، وعظم الله أجورنا وأجورك ونبارك لكم هذه الخدمة. عظم الله أجور أمة محمد، الله يحفظك ويسلمك. حقيقة احنا أنا خادم الحسين للسعادة الدكتور أو البروفيسور الدكتور عبد الرزاق الزويدي، شرف لي أنا كل سنة أجي أخدم هذا المضيف اللي أسس الحاج قاسم أبو محمد وسمى باسم صاحب الثأر الإمام الحجة، الذي يأخذ بثأر الإمام الحسين وبثأر الطفل الرضيع. وإن شاء الله تستمر هذه الخدمة إلى أن يظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه.
ويأخذ بسار سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين. دكتور شو تشوف أنت يعني تأدي هاي الخدمة؟ طبعاً أنت ما حد يعرفك بروفيسور ولا واحد يعرفك، أنت خادم للإمام الحسين. خادم ما حد يعرفك. خادم الحسين أكيد. شو تحس وأنت؟ والله كثيرين بقى. والله يعني أنا مو جديد عليه يعني أب عن جد إحنا خدام الحسين، والدي والد والدي يعني نعم. عندك مشاكل صحية؟ نعم الحمد لله أشكر، إن شاء الله كل الزول في خدمة الحسين، كل مشاكل الصحية الزول. ونبقى إحنا خدام الحسين، والحقيقة هو شعور يعني لا يوصف. يعني أنت من تشوف هالشباب وهالنساء والأطفال مشين على الأقدام إلى 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 مدينة كربلاء قبلة الزوار، حقيقة أنت ينفتح صدرك وتستوعب أكثر وأكثر لقضية الإمام الحسين، سواء نحن أو الناس اللي هي مترجل الإمام في هذا الطريق. شوف إحنا يصير إقبال على المضيف، شنو السبب اللي يخلي الناس؟ والله حقيقة يعني محمد، أولاً طيبتك أنت كرجل وخدمتك اللي صار له سنوات في هذا المضيف الكبير الذي أسسته واللي يسعى لكثير من الزوار. إحنا أسسناه بفضل الناس الطيبة طبعاً من الخليج ومن العراق. نشكر سامين أبو عبد الله وأختنا بيت البنا من الكويت، هواي يعني أسماء عديدة مسجلة في سجلهم. احنا حقيقة نشكر وننحني لهؤلاء المساهمين. السنة اخونا عبد الخالق العلي من السعودية ما قصر معانا بالتبريد. الله يحفظه ويطول بعمره ان شاء الله. هم حقيقة يسجلون في سجل الإمام الحسين. وهذه هذا مناهم هم ومنا كل مؤمن ومؤمنة يسير في طريق الزوار ان يسجل في سجل الإمام الحسين مع انصار الحسين. الأكثرية يجونا يرجون مراد من الطبخ مالنا. والله حقيقة انا سامع انه هالمضيف ينطي مراد. اي والله. واحنا انا اليوم جبت الحجيه وياي، قلت له امشي المضيف الحاج محمد. والله جبت الحجيه لان شويه تعبانه. دكتور يعني شنو السر؟ ما نعرف احنا والله السر، يعني لانه تحتاج الى اطعام من هذا المضيف. السر في ذلك انه الخدمه من القلب. الى كربلاء يجون هنا نقدم لهم احنا الوجبات. السر في ذلك انه الخدمه هي خالصه للحسين ان شاء الله. والسر الحقيقه هو الخدمه من القلب ابو محمد، وانت رجل طيب ومعروف في خدمتك للإمام الحسين. احنا ان شاء الله مع الحجر اللي موجودين معانا. نعم. سماحة الشيخ واللي موجودين. نعم نعم نعم. شوف هذول الشباب خريجين الكليات. والله كلهم خريجين حقيقة يعني. كلهم يعني طلاب كليات. دكتور شهاب على القهوة. دكتور شهاب نعم. طبعا ما يملون ولا. ما يملون اكيد. وقلب طيب، التعامل مع الزائرين. والله خدمة الحسين ما تمل الأحد، بالعكس. نعم. يعني يزداد حماس اللي ما بيها تعب ابدا، ما بيها تعب، سواء اللي يخدم واللي يمشي. اللي يخدم واللي يمشي ما اعتقد راح يتعب. انا اي، وانا حقيقه عندي فد شعر لهذا المضيف. اقول هلا هلا ومية هلا بيكم يا زوار، مضيف الامام المهدي اهلا يا الاحرار، مضيف الامام المهدي اهلا يا الاحرار، بخدمتكم احنا، بخدمتكم احنا يا الانصار. ابو محمد الاسس المضيف وسماه باسم راعي الثار. والله باسم الناس الطيبه. حسين تحزم وياك، حسين تحزم، والعباس اليوم تشوفه وياك، حسين تحزم والعباس اليوم تشوفه وياك. ابو محمد الله يحفظك ويسلمك ويديم عليك الخدمه حقيقه. الله يحفظك ويحفظ عيالك ويديمك لخدمه الحسين ان شاء الله، ويعطيك الصحه والعافيه. اذا اعزائي المشاهدين احنا مستمرين معكم في هذه التغطيه الخاصه من خدمات مضيف الإمام المهدي، وكما تشاهدون طبعا الناس قاصدة إلى مدينة كربلاء عبر البار وعبر الحافلات والسيارات الصغيرة، فالكل ذاهبة إلى قبة الأحرار إن شاء الله. السلام عليكم زوار، جواهم الله. شباب حياكم الله، شلونك؟ إن شاء الله بخير، حياك الله. أعزائي المشاهدين طبعا احنا مستمرين معكم في التغطية الخاصة، كيف الحال؟ تقبل الله ان شاء الله. ان شاء الله متجهين الى مدينة كربلاء ان شاء الله بقوة الله واهل البيت. طريق الحسين، طريق الإمام الحسين، طريق الإصلاح والنجاح ان شاء الله. انا جاي من طريق العمارة. نعم اعرف. اي شوف الخدمات اللي الناس تقدمها. والله خير من الله، بركات نعم. الإمام الحسين نعمة نعم. فضيلة نعم. من بداية العمارة يعني بنص المحافظة لحد المحافظات الجنوبية، الكل يعني الفرقة الأوسط. نعم نعم صحيح. العراق نعم. أهل الكرم، أهل الكرم وأهل الشيم وأهل الشجاعة. نعم احنا وأهل العزوبية.
ابو من؟ ابو مصطفى. ابو مصطفى، احنا هاي البركات اللي موجوده عندنا هي بركات الامام الحسين واهل صحيح البيت. صحيح، بركات الامام الحسين. لولاهم في هذا البلد ما كانت هذه البركات. صحيح، ماكو بركات. صحيح، واحنا عظم الله لكم الاجر واجورنا وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى. شوف الخدمات اخوانك، احنا اليوم عندنا خدمه وظيفة الامام المهدي. والله والنعمكم، والله ما قصرتوا، بكم الخير والبركه وخير من الله. احنا ليش الناس والله العظيم احنا عبالنا سبيوتنا قاعد، والله العظيم عبالنا هنا ليش الناس تجي الوظيفة الامام. انت وظيفة الامام المهدي هو الخير والبركه، هو يعني ما شردحت شمو بحقه قليل بحقه. اي والله ان شاء الله توصلون بالسلامه. الله يحفظك. مشكورين مشكورين. مرحبا عمي، عفت الوطن لما شفت عينك وطن، دخيلك ثوب العرس ما اريد الايق للجفن، اذا رايد للشهاده وخلى يشهد للزمن، من انادي ان تنكروني فانا شبل الحسن. نارنا داري توي غريب بي يار، يارنا داري مخمس علي اكبر، يارنا داري من هستم فراية ميشم فرفار، يارنا داري من هستم فراية ميشم فرفار. على طول طريق السائرين الى كربلاء، جود وكرم وعطاء، انها الخدمة الحسينية المخلصة التي تترجم معانيها هذه الآلاف من المواكب المنتشرة من أبعد نقطة في حدود العراق حتى مدينة كربلاء المقدسة. لا شيء سوى خدمة زائر الحسين ابتغاء مرضات الله سبحانه ورضا سيد الشهداء ونيل شفاعته وشفاعة آل البيت عليهم السلام. سائرون إلى حبيب القلوب، سائرون إلى حبيب القلوب، إلى إمام الموالين الأحبة. لم يقف العمر حائلا دون أداء هذه المناسك والشعائر المقدسة، فتلك الشيبة المباركة تسبق الشباب في الوصول إلى ضريح الإمام الحسين. امرأة وطفل وطفل وشاب، عليل ومقعد وعجوز، فالكل بهمة يسير نحو القباب، الكل في حب العراق موحد، والكل في حب الحسين شريك. وما زالت معكم قناة المهدي الفضائية تنقل هذه الشعائر المباركة لأداء زيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر وتقبل خالص العزاء. رايد للشهادة وخلى يشهد للزمن، من نادي ان تنكروني فأنا شبل الحسن. يارنا داري توي غريب بي يابر، يارنا داري مخمس علي أكبر، يارنا داري من هستم فراية ميشم فرفار، يارنا داري من هستم فراية ميشم فرفار. بيتابم بدي إجازة بشم فدائي برا شهادت، آمادم شجاع مز نسل هيدر. برز من صاب الخيم وبجف لحم ذهب، تباهى بهلة وعمامة وزاد زاد المجتمع، ينادي موت الشهادة عندي بالعز والإبة، ويميني رايدها من حنة دماي مخضوبة. دارنا دارم فقد توي مزخونا، دارنا دارم ميبيني وزوق رفت مزخونا، زرهنا دارم ميجنكم. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا الخدمات الجليلة اللي يقدمها مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف
للزوار القادمين إلى مدينة كربلاء المقدسة، والذين استضافوا في هذا الصرح المبارك الصرح العظيم صرح الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف. طبعا نحن كخدمة في هذا المضيف الشريف نتمنى إن شاء الله زيارة موفقة للجميع، والله يتقبل طاعات الجميع إن شاء الله، ونسأل الله تعالى والإمام الحسين بأن يشفي كل مريض وكل عليل، وأن يرجع الزائرين القاصدين إلى زيارة مولاي سيد الشهداء أن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين في كافة أنحاء المعمورة. شكرنا وتقديرنا إلى كافة الأخوة أصحاب المواكب الحسينية على طول الطريق من الجنوب إلى زاخو. نشكر جميع من ساهم في إحياء هذه الزيارة، الزيارة الكبيرة، الزيارة المليونية، زيارة الأربعين، ونشكر كافة الأخوة في منفذ المنافذ الحدودية اللي هي مسؤولة عن دخول الزوار الأجانب في صفان وفي الشلامشة وفي المنذرية وفي الشيب وفي مطار النجف والبصرة ومطار بغداد الدولي. نشكر جميع اللي يساهمون، ونشكر العتبتين الحسينية والعباسية والعلوية لاستقبال الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم. الله يبارك بجهودهم، والله إن شاء الله ينصرهم على القوم الظالمين. أعزائي المشاهدين، طبعا إحنا عدد من الزوار اللي يقصدون إلى مدينة كربلاء المقدسة، طبعا يمرون في أنهر، في طرق صحراوية، طرق رمال متحركة، متغيرات الجو. فنقول لهم أن جابر الأنصاري رضوان الله عليه عندما زار قبر الإمام الحسين قد اغتسل بنهر الفرات وتعطر وزار قبر جده الإمام الحسين. وإخوان الزوار إن شاء الله من تصلون إلى الفرات ما عليكم إلا اغتسال في هذا المياه العذبة، مياه الفرات، وأيضا تتعطروا وتذهبوا إلى مولاكم صاحب العصر والزمان، والله يتقبل إن شاء الله مسيرتكم، والله يجعلها في ميزان حسناتكم. إلى أن نلتقيكم في رسالة أخرى من خدمات مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عمي عفت الوطن لما شفت عينك وطن، دخيلك ثوب العرس ما ريده لايق للجفن، إذا رايد للشهادة وخلى يشهد للزمن، من نادي إن تنكروني فأنا شبل الحسن. يارنا داري توي غريب وبي أغر، يارنا داري مخمس علي أكبر، يارنا داري من هستم فراية وميشم فرفار، يارنا داري من هستم فراية وميشم شمبر فوار. أمو يا خوبم بيتوبم بدي إجازة بشم فدائي برا شهادة آمادم شجاع مز نسل هيدر. صاب الخيم وجف لحم ذهب تباهى بهلا وعمامة وزاد زاد المجتمع، ينادي موت الشهادة عندي بالعز والإبة، ويميني رايدها من حنة دماي مخضوبة. دارنا دارم فقد توي مزخونة وهم، دارنا دارم ميبيني وزوق رفتة مزخونة وهم، زرهنا دارم ميجنقم بازور وبازو يا مجتباي بهم ريزم، لشكر رو شبيه بابا دارا. الوطن لما شفت عينك وطن، دخيلك ثوب العرس.
بس ما اريد الايق للجفن اذا رايد للشهاده وخلى يشهد للزفن.